أشاد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب، رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية بالإنجاز الجديد الذي حققه الفريق البحريني للترايثلون بإنهاء كافة مراحل سباق التاج الثلاثي في دبي، في مشهد يؤكد الإصرار والعزيمة التي يتمتع بها أعضاء الفريق والذين أثبتوا التطور الفني والبدني لجميع الأعضاء، مشيرا سموه إلى أن السباق جاء مثيرا وقويا نظرا للمشاركة الكبيرة من قبل مختلف لاعبي دول العالم الذين وضعوا إنهاء السباق بمركز متقدم نصب أعينهم. وأضاف سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة بأن جميع أعضاء الفريق بذلوا مجهودا كبيرا في السباق واستطاعوا أن يتجاوزوا جميع الصعاب والتحديات في سبيل تحقيق نتيجة إيجابية تؤكد المكانة الكبيرة التي باتت تحتلها المملكة في رياضة الترايثلون، وتشير إلى إصرار وتحدي الشباب البحريني، معتبرا أن جميع أعضاء الفريق كانوا مخلصين في عطائهم ومتميزين من الناحية الفنية والبدنية. وأعرب سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة عن ارتياحه التام للمشاركة البحرينية في هذا السباق والتي خرجت بالأهداف النبيلة التي وجدت من أجلها، في تأكيد التواجد البحريني في مختلف المحافل الدولية والقوة والإصرار والعزيمة التي يتمتع بها الشباب البحريني. طول عمر ما وجه المقارنة بين المشاركة في العام الماضي إلى هذه البطولة الآن. الفرق بين العام وهالسنة أن ازدياد عدد المشاركين، سباق دبي وسباق البحرين كسبوا سمعة عالية جدا، تغيرت نوعية المشاركين، نوعية المشاركين أصبحت جدا قوية وأفضل المشاركين في العالم كلهم يجون، وأصبحت البحرين ودبي محطة لهم لأنهم شافوا أن هذه البطولتين هي ببعيد ولا يعني قصور في كل دول العالم، ولكن تنظيمنا ولله الحمد حتى أفضل من بطولات العالم. تنظيم بطولة دبي سواعد بحرينية أشرفت على هذا التنظيم، شو يعني بالنسبة لكم هذا الموضوع؟ الحمد لله على كل حال، يعني ثمارنا اللي حصدناها من أول البذور اللي زرعناها من 4 سنوات نحصد ثمارها الآن في وقت قصير جدا، وأكبر دليل ازدياد عدد الأطفال اللي يشاركون في الآيم كيت.